خلاني ناخد ليه الحديد يا سايد بجد نوصل تحت فصة اسمها الكمبيوتر فصة الكمبيوتر فصة بجد الكمبيوتر ده لو اي كمبيوتر ده بس ده كمبيوتر هنا بتصلوا عندين اسمه بيت الكمبيوتر دي ديان كمبيوتر دي سولين دي جميل 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 Yeah.
can bring in leftward from in. In leftward is a century curve. The current gray again. So that's what I saw. And that tour reflects through the board. In leftward, that means century current. This is the terrain of our eastern main. Keep it back on the front of the bond. The digital saw. The terrain of our eastern main. It needs to keep it as standard both sides. But the letter side of the end. As the French left the left side of the edges, so we can hear them to trace them. I'm a detailed picture of this of the team. What a group of kids, and shot. If you make a game for many, what a group of kids in the middle of the ring. They didn't see this salvation for the end of the day. As the right of kids in the index for many, the right of kids in the index for many, that, so we went down to 3 hours to get the second of them. We can also sit in the Someone is racing in this race again. People can help begin to solve it over the little girl to support. And then to survive is now part of this race. Yet you can be nerve of them, media nerve. You may be the nerve to survive yourself by Kida, Tal and Sarah. Some both sides. Index both sides. Middle both sides. Link, left and center. The middle center page. They are talking to other girls. You will have a day to make a success. So they can have some of them, Tal and Sarah. تلتين البعض مع اللي حتى الضغط بالقرب تصمت الوضع المصر كتير
الولايات الدين الثلاثة في الأرض. وتلاقي الثلاثة ثورة نص من قدام ومن ورا. ورا جت مين؟ جت الفارس. وبالتالي الحرارية في الرأس السؤال لأني غير بتتكلم عن السبيت مين اللي قاعدين الطاقة. واعتقد النتيجة انطحت الطاقة. هو في الطاقة اللي مقطوع مين الولاد ما عملش حاجات ثانية أو البحر. أو حاجات كده زي جامدة وكده يقطع. في حاجة تانية اسمها سوبر كوندكتور فراكشر في اليونيفرس. ايه السوبر كوندكتور؟ قبل السوبر كوندكتور ماشية كده، ده فيها مين ده ايه كوندكتور؟ ولا ده فيه ده ولا ده ايه كوندكتور؟ الأرض بيبقى ماشية قدام هنا طبعا بيبقى فيه عضلة اسمها بريكيز. في عضلة نقطة فرانس بقى طبعا مين ده كوندكتور؟ بريكيز كيز، بريكيز كارباين جاز، بالمان تونجاز، بريكيز ستورمز وشيلز، بريكيز كارباين جاز، عضلة السلطة في اليونيفرس. الواحد بتشوف الخلطة في جسم النيورس كده بعرض. اللي هو الوقت بتاع النيورس سيب القمر بعرض. يعني ده النيورس وتخلط خلطة الكسر. فراكش، فراكش اللي بيسموه السوبر كوندايل، يعني في الحتة دي. أمام اللي كوندايل كده بعرض. الحتة اللي تحت ديت بنسبب فيها عضلات قوية بتعمل بليش. بتعمل إيه العضلات اللي قدام دي؟ شد الحتة اللي تحت دي قدام. فتين، يبقى بقى خلاص كأن في العضلة على بعضها. وكسر، الجلدين دول صار بعض. وقلت اللي تحت ده بتشكل قدام قوي، مين اللي بيشكل قدام كده قوي؟ العضلات اللي هو الاورجن زي البروتين والتيز والعوام طلع من هنا ثابته كده وانت طلع من هنا بتاخد في اللور بارت بتاعنا تشد قدام. لو خدت اللور بارت بتاع اليورس قدام يقطع الركان وما قدام الركان. فجاه طلعنا مين ده اللي اسمه الفراكشر دبل سوبرا كوندايا فراكشر سوليد سوبرا كوندايا فراكشر. بعد خطوط عربيه بعد خطوط ثابته جامده اليورس اليورس دبل اللور بارت ثابت قرب بعض. اللور بارت بتثبت فيها عضلات قويه جايه قدام جايه قدام جايه قدام. فتعمل ايه العضلات القويه دي؟ تستخدم الحته اللي تحت الصحه قدام جدا. طبعا لو شفت عضله مكسوره طرفها شرط جدا يقطع محاوله. بيحصل ايه العضله دي يا اولاد؟ لو تسدد قدام العضله تقطع بالجاز وتيجي تقطع كمان الارت بريكر ممكن تقطع مين ده نام فبتسميه ارت ده اولاد سوبر كوندايلر فراكشر. كل واحد له تقطيع. الناس الصحه دي ايه؟ الدرجة بتاعتكم الولاد صحت ونجيب الحمل توقف عليه الولاد صحت طبعا خلاص نبدا على حاجه مهمه جدا ان النيرف انجري اهم من النيرف نفسه. يعني كنت بتعرف النيرف يا دكتور بتاع نفسه عشان تعرف النيرف خلاص تبقى عارف النيرف انجري كتير جدا باحترافيه يعني مش كل ده فبالتالي لما نيجي مع بعض الناس بتصحى معايا. يبقى النيرف بتعمل القطر كورس انجري اند ارت ابارد الانجري ازاي القطر ابارد الانجري بسرعه كلها فاكتور كتير اوبتيوم اما السرعه كلها فاكتور اوبتيوم نمره الكاس الكاسر في الجزء الأمامي الكوندايل في الكوندايل الثالث اللور بارت بتشد قدام مين اللي بتشد قدام؟ العضلات البريك بتثبتها يعني بتخد برونيت وكيل من النيورونز اللي بريكس وكارباري ده النيورونز بتاعت بتكبر دور العضلات دي كلها قدام ولها توم كده جامد بتشد بيه فهي بتشد على الأرض اللي من أحد إنها تعمل حركة العضلة ثابتة الكاسر الحتة اللي فوق ثابتة الحتة اللي تحت يحصل يكبر الحتة اللي تحت إيه؟ شد قدام وتأثير العضلات اللي ثابته فيها وانت شدتها قدام تقطع الحاجات اللي قدام اللي ده اسمه انفراكشر دوت سوبرا كوندايل فراكشر. عندنا بقى في انجري اند ريل الكب او السابيان يعني غلزه كده اللي يقول لك غلزه يعني مش كده الناس جرح خالص طعم السابيان طعم او قال لك طعم طعم واحد طبعا ما طعمش لو رحت تنتحر او كانت هي البيضه كده بالمقشط او ده السابيان او كانت من كل الرجال طعم. قالوا في حاجة تانية اسمه كاربر تانل سندروم. هل حد فينا ذاكر كاربر تانل؟ لا. أيوه. ركبوا تبع عضلة لو تفتكروا زمان عاملين أرض اسمه كاربر تانل. ينام عليه التراك لو اسمه نجس. يعملوا مع بعض تانل اسمه كاربر تانل. لو تانل ده ليه؟ ده ليه؟ ورم تجمع كلوي. التهابات حاجة يحصل ايه في المكان ده دي؟ طبيعي ماشي فيه ميديا نيرف ولا معادي جواه يداس على ميديا نيرف. من كتر ما بتدوس على مين في النهار انا عنده البلاد سبلاي بتاعه فيموت النرد مش القطه زي قطه سكينه يعني زي اي واحد تقعد تخليها طول الليل النهار لان انت عامل في النرد دايس عليه بالورم اللي معاه السبيس ضيق جدا فربطتها تتحصل ورم الورم ده بدا يعمل ايه لما كده يدوس على المتحول
في تنبه معديه مش هتتاثر، مين اللي هتتاثر بس لو كده؟ النار. فالنبي من كثر الدوس اللي يحصل له لما كده يموت، يموت نتيجه حاجه اسمها اسكيميا. تعرفوا ايه معنى اسكيميا ولا بتعرفوا كلمه دي؟ اسكيميا وجات كلمه دي اسكيميا بسبب حاجه اسمها نقص التغذيه السريانيه. يبقى اي حاجه في جسمك ما تبقاش دم كفايه تحصل حاجه اسمها بلاد اسكيميا. وبالتالي القلب لما تسمع عن جلطه في القلب وكلام من ده، ايه اللي حصل؟ حته من القلب وصل لكره الدم، ده اسمه اسكيميا في عضله القلب. فاسكيميا دي اي حته في جسمك. طب انت النرد الدكتور المختصر يعصر جدا في جانب الشبكه وغير الصلبه، ليه النرد اللي بيبوظ وهو ما قدش الكربون طالب؟ هو النرد لما يبوظ الكربون طالب ما حدش مسك مصر اتقطع زي ما بتقطع هنا. هو حصل ايه؟ اسكيميا. والاسكيميا دي من كتر الضغط عليه، والضغط عليه من ايه؟ هو ماشي تحت الفليكسور اتراكتور عند الكربون بوم. لو حصل اي التهابات حواليه او اي اورام حواليه او اي تجمع صديد حواليه هيدوسوا عليه. من كتر الدوس عليه يحصل ايه في الدم بتاعه بقى لما كده؟ يقل ولا ما يقلش لما كده؟ يقل. اي حاجه يدوس عليها فتره طويله تمنع عنها الدم بتاعه. يحصل ايه في النرف بتاعنا؟ يعيش ولا يدوس النرف بتاعنا؟ يموت. يحصل حاجه اسمها اسكيميا، حاجه اسمها بلاد اسكيميا. تمام. طبعا لو النرف اتقطع هنا او النرف اتقطع هنا، طبعا لازم نبقى ماسكين عقال لازم ما تخش النرف هنا. الناس اللي بتاكل كويس قوي ايه؟ اي نرف من النرفات، اي نرف من النرفات، بصوا عارفين ازاي؟ الناس بتعمل نرف كده. لو انت فاهم 2 3 اصابع الفاينل فور اي حاجه يعني. والنرف لازم يجي كده وانت قاطع هنا، مين يتسلم؟ ايوه انما الحبل القطع زي الفل، يبقى 50 عميل. انا بقى قطعت النرف هنا. قطعت النرف هنا. طبعا الناس اللي قاعده صح جاوا لسه الحاله. لو رسبت النرف بتاعي هنا في الأمداد والنرف دي من الكور بتاعك. هو فيكم وانتوا دول صاحيين. العضلة دي في الأرض في الأمداد بتاعت الكلب. وعندي هنا كده العضلة لسه في الكلب. وعملنا هنا ميدا اللي بيكون بقى البروت اللي كبير فيهم وده فوق قرن. وده صمت بإندكس بإندكس برينج بريت الفكرة وده بريكس والتناك. اللي جاي ده فكرة كويس قوي. العضلة اللي هنا دي كان اسمها برونيتور تيم. عاملة كده. عايزين نمشي النرف. اللي بقى معايا يقول الدكتور النرف كان نازل هنا كده في اكزيري ارتري يعملوا معلش مش هتفرق اكزيري ارتري اسمه بريك ارتري بدل اسمه المس ارتري ولازم اسمه ايه؟ بس قلنا النرف. النرف هو نفس الدكتور تحت هنا كده عمل بتروس 100 جابوت 3 روس عمل النرف 3 روس عدى 100 جاب دخل نزل فوق ارض نزل عدى زيد الفيكس والتريكيوم اتكسر الاثنين. هنا نو بريك هنا نو بريك كيف تقصى الدربورين في التيرز والإنجاز والمارس دونجاز وده البروسيبر في التيرز أربع دولار وده الجوينز أنا عادة بتنين جوينز في الدربورين في التيرز في التيرز اسمهم أنتيرو تروس والأنتيرو تروس بيدي العضلات الديب معاه بنين وغير قصر الخامس اللي ده بارد النت هنا ميت اللي ده يوم جيد ده نرد وده الانتراك همشي في البيت قبل ما بيعاد يجيب الانتراك نعمل برانش اسمه بارمارتينيس يعني اسمه مارتيش هو ما فرش دي انا هقطع النرد هنا بلتحت اقطع شويه كلام انما لو زادت النرف دي بالفلكس والتناك كلام النرف اللي معدي السوبرفيشال ما تاثرش يبقى انا لو جيت سالت كده النرف ما تاثرش هنا ده زادت الحته دي بالفلكس والتناك وفي الحاله دي تبقى البرنش ده شغال ولا مش شغال ولا كده شغال نرجع بقى الكلام اي كان سبب القطع لو انا قطعت النرف بتاعي بوظت النرف ده او اخر عصور نشوف ايه النتيجه انا من 5 سنوات جيت هتشال من 5 سنوات اللي هتشال انا هقدر اسمها ابداكتر بورسيتس وفليكتر بورسيتس وبورنس بورسيتس واول وتاني دول تشانل. التشانل يبقى مش هتستخدمهم مش هتستخدمهم يحصل لهم دموج يحصل ويستنج. ايه معنى كلمه ويستنج؟ يخسوا. الحته دي اسمها سينر ايمرز. تبص على ايد العيال تلاقيها بقت واطي. ليه بقت واطي يا سينر ايمرز اللي انت بتقدر كده؟ بطل يستخدم عضلات والعضو الذي لا يستخدم يضرب. يبقى بالتالي ما جاي يسال سؤال الناس اللي نايمه الحته دي بكام عضله هنا كانت سينا اللي كام عضله دول ابداكتور ايه وفليكسور ايه وبونس ايه ابداكتور فورس فليكسور فورس فليكس وبونس فورس واول وثاني لم دول اتشال. هل العضلات اللي ما اتشالت تلمين حجمها كده ولا يزرع حجمها؟ لا تزرع حجمها. صدى حاجه اسمها ويستنج. ويستنج يعني ايه؟ خير. ابص على ايد العيال اللي هي ويستنج حاجه. حاجه ثانيه، هل العيال دوت بالنسبه لي يقدر يعمل ابداكشن ولا الابداكتور بورد بتاعته باظت ما بيقدرش يعمل ابداكشن بورس بريد بتاعه. في الحاله دي العيان ما بيقدرش يعمل ابداكشن والاوبوننس باظ. يحصل بقى المشكله اللي جايه بس محطش في الصفحات. لو انا جيت طلعت مرة كده صبعي نورمالي قاعد كده كل واحد بص على ايده كده. صبعي كنت حاطه نورمال كده او تبص على ايد زميلك تلاقي الصبع اللي ده اول كان مربوط.
أما تكبر بوزيك أي حاجة تشدها ولا تعمل إيديها شوية يديك البرج ولا أنت عايز تكمل البوزيشن تلف لك الجلافة كاملة. إنما تقول أنت قاعد أنا سبت الفرق اللي بكمل الشخص. سمعت حاجة اسمها مصر التون؟ أيوه تون حاجة اسمها مصر التون. طب اديني بقى قدام في السنة كده واللي نايم أو قبلها بنصف سنة. إيه قصة المصر التون؟ مفيش عضلة حتى الناس اللي بتنام هنا ديت كومبليت للرأس. ايه معنى الكلام ده؟ معناه انك انت لما تروح تكتب كام سيركل؟ كام كده؟ 10% من كل عضله بتحرك الدم. 10% يبقى مفيش عضله ابسولوت ريلاكس غير في الاموات. اللي ما بيتخرج دمه يبقى كومبليت عضلات ريلاكس. انما انا قاعد نام على السرير ربحت لما انت تروح السرير كده. بايسس ترايس كوراك وبريكيرز اي حاجه كل فيهم نسبه كونتراكشن. نسبه الكونتراكشن ده يتعدى 10% من مصر فايبر. طب لما بيقطع بالمصر كونتراكشن ده بيحصل له ايه؟ ريلاكس وحتى محل 10 تانيين وريلاكس 10 تانيين وريلاكس 10 تانيين وريلاكس في الحاله دي هل عضله كومبليت ريلاكس ولا في دايما جزء في حاله الكونتراكشن جزء؟ طبعا زي ما انتم فاهمين درجه حركه جلسه الانسان كام درجه؟ 37. ايه اللي مثبتها؟ مثبتها ان انت دايما عندك في عضله كونتراكت نسبه تحرق طلع 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 شويه قريب مثبتها درجه حركه الفينا لما يجي البرد جامد قوي تلاقيه بيترعب اللي هو نفسه اللي عباره عن ايه؟ عضلات بتنقرض تحرق اكتر تديك حراره اكتر نرجع بقى للقصه بتاعتنا يبقى في كلمه اسمها مصر تون. ايه هو مصر تون؟ مفيش عضله كومبليت للرقبه. قد ايه من العضله لازم تبقى كونتراكتد؟ 10% يبقى مفيش عضله كومبليت للرقبه يبقى في حاجه اسمها ايه ولا 10%. طيب انا هسال سؤال كل الناس قاعده بقى الكلام ده مين؟ انا عامل ايدي كده هل ده يعمل في كده؟ ولا مثل كده ولا في النص؟ في النص يعني معناه البايسبس نفسها تعمل فليكشن والترايسبس نفسها تعمل اكستنشن دي فيها تون ودي فيها تون حطوا في النص. انت ايه؟ هل انت سوبينيتد ولا انت برونيتد ولا في النص؟ في النص يعني ايه؟ دي برونيتد. اي واحد ايه؟ دي راح تجرب دي البرونيتد المصر انت تعمل برونيشن والسوبينيتد تعمل سوبينيتد انت في النص. ده معناه انت في التون في العضلات دي وفي التون في العضلات. الكلام ده لو حد استوعبه هيكتب النيرف انجن ما استوعبوش مش هيكتب النيرف انجن. يبقى بالتالي صبر كل واحد فينا بص على صبر ما حدش قادر يعمل صبر كده ولا حتى يعمل فرق صبر كده. يعني في عضلات قادر تعمل فريكشن صبري عضلات قادر تعمل ستشن صبري انت قاعد في النص قاعد في النص يعني لا انت فليكسل ولا انت مين ولا انت اكستنج. صبعك الكبير لما تبص على صبعك الكبير لا كومبليتلي اوبورت اخواتي مش واقفين كده ولا واقف بعيد عنهم كده ده في النص. العضله بقى اللي شاده الصبع ده ولو فهولي اللفه دي شويه اعدادا للاوبوزيشن اوبورنس فورس تشالنج. ليه تشالنج؟ انت قطعت الميديا نيرف قطعوا هيك طبعا هسه سؤال هو الميديا نيرف لو اتقطع الفيكس بتشرب تشالنج ولا نص الكرفات ولا تشالنج اوعى اوعى تبقى مصيبه سودا يا عم ده يخرب يبقى انا هقطعه هنا. لما قطعته هنا الخمس عضلات اللي في الهاند تشالنج اللي هم ابداكتور وفليكسور اوبورنس اول تاني ده الحمد لله رب بوصف الخمس عضلات دول منهم عضله اسمها اوبورنس. طب الاوبورنس ده بقى الصبع دوت ما يبداش بقى يبقى بقى جاي قدام كده شويه يرجع في الاخوات. مين اللي ترجع جنب اخواته؟ الدكتور بولس. الدكتور بولس كان بتاخد اوردر من ايه؟ من الترانسفيرس هيد اوبليك هيد وتروح لمين هنا كده؟ او الميتاكارد البروكسيمال بيرك تبقى العضله ديت. طول الصبع بقى انت واخد ايه؟ ده الوحيده اللي شغالين تيجي شداد وعامل له اكشن اسمه الدرج وتلفوا شويه كمان لاتر روتيشن على التاك يبقى تاني انا عامل ايدي كده في مين اللي في اللاتر انا كده ولاد كده لاتر كده مين الدكتور هي اللي ايدي الزرقاء اللي عاملها دي تعمل ايه صبي تقول له تعالى جنبي وتلفوا كمان كده وتقرب اللي كان مربوط قطع زي اخواتها كده زلتها كده لان مين اللي شلت لها الاوبورس اللي شلت بعدها والدكتور بعدها طبعا تبقى ضغط في ايدك كده. لو اديتك حاجه تمسكها هتمسك الحاجه دي ازاي؟ تمسكها من صوابعك ومن كف ايدك زي ايد القرد. بس اول منظر دوت ايه هاند تشوه كلمه ديفورميتي يعني تشوه ايد العيال بقت زي ايد القرد ولما يجي يمسك حاجه يمسكها من صوابعه ومن كف ايد يسموه اسم تاني ايه هاند او مانكيز هاند مانكيز قرد. وابدا انسان لو رحت جنينه الحيوانات هتلاقي عندها غوريلا كبيره كده واقفه دي ايه؟ هي الغوريلا بتاعتك. يبقى انت تسال دي ايد العيال برضه الوضع ده قبل ما اكمل هل السينر ده كده هيبقى عالي ولا ايه؟ طالما كده يوم عايز احكي لك صوتي بقى واحد عنده ميديا نيرف انجل ايده شكلها ايه؟ ميديا نيرف انجل ايده شكلها ايه؟ ايده هتبقى ايه يا ولاد لما كده؟ الصبع ده الضغط وكمان لازم شويه لاتر روتيشن الضغط وشويه لاتر روتيشن
attack Rusya'yı zaten Rusya'nın ameliyatı vardı da attack topu. Tabii en büyük sinir Rusya'nın en büyük sinir sebebi bu kadar tabi. Alıştır, alıştır ben hasan olsa çal. Dikey de bir zor. İlle ayen ulum zikay gibi zikay diye yetti sağ ol zikay bir idol sağ. İsap mutlu ne tabi tali davet ismi geldi. Filigen işte. Dinlesin de ağdarayla hasan bir şapori ya bir mutlu ne tabi. Kendisi deform ettiğini taşıyor. Ben de onu çalacağım. Ela hasta beni dava. Ana bu sarıya hep muhtemel elde alıyoruz. Ne ya? Rekli alıyoruz. Ne var? Daha mı talih ki? Ne var? Şu an duygu var. Ana bu sarı mı? Şu sarı yok. İmam muhtemel. Bak ne var? Şu sarı değil. İmam muhtemel. Daha dostu temiz. Ben şartlı iyi dile ayden iyi ev hey. Bu kamera kim de muhtemel? Hatta rakı böyle kuvanini manzara iyi dile ayen lan bir denir ev. Yemeği dile ayen amlaki. İsmail manzara da var. Ev hey. İsmail ev hey. Ana lige var talih. حصل ليه الإبهام لمنظر إيد العين هكذا أنا عشان بورس تشلل والأبدكتور تشلل والأبدكتور شغال الأبدكتور بورس يقدر يرد صبراي منين؟ أرض أبدكتور بورس يقدر يرد صبراي منين؟ أرض وبالتالي تيجي تعمل إيه الصبي ده؟ أبدكتور تأبدكتور شوية لا تأبدكتور أبدكتور شوية لا تأبدكتور تليفوني كده ويبقى جاب أخواته بالوضع طبعا لسه السؤال قبل ما نير الناس اللي زي ده بقى كده ايه العدد ده اللي بيقولوا مع بعض ده المنظر ده القصه الثانيه في سنسور ايه السنسور اللي حصل في العيان العيان كان السنسيشن في 3.5 ونص من قدام ومن ورا ليه بقى السنسيشن 3.5 ونص دول من قدام ومن ورا ودي دي جنب حاجه هتقدر تدرس معايا دي متصل في الهند بالورا ده واخد ليه والبروسيسور الفرنجي دي واخد ليه جت عليه يعني كده الهند بالورا تلتينها مدرية تلتينها مدرية تلتينها مدرية تلتينها مدرية تلتينها مدرية تقول له ريد بس حاجة مجيد المين جميل صدار تلتين الهند من قدام بضمر كتير بتبقى صوابة بالترمينيشن بالمين دي الولادة بتوه ويمتد الورا بس ليس مرة صيعة جيدة تروح للأماكن بتاخد من الريد بس كمان فاللي يحصل يبقى من الريد ده الصور الجاي لما تيجي تمشي في العيان عند مين دي الربهن تقيل هتلاقي عندك ايه تلتين الضم دول فاهمين السنسيشن انت لو ضم روتين البرنش فورم على كنت هتقطع والتو تيرمينال بتاعك اللي لا طويل صبرت 3.5 ونص من قدام وورا دول فاهمين السنسيشن انا بحس ان البروكسيمال فالنجيت بتاعت الصوابع دي اللي بتاخد من الريد دايركت السنسيشن فيها قلت شويه عندها هايبوسيزيا باراسيزيا ابنورمال سنسيشن ليه؟ قالوا صح اكتشفت ان الاماكن اللي واخده من الريد ده من ورا فيها اديشنال برنش جايه من النرفس ميديا نيرف وعلى هذا الكلام في العيال اللي عنده ميديا نيرف انت تعالوا اسالكم سؤال بس انتم بتشجعوا عليه الميديا نيرف بتاعنا الهاند سبلاي يا ولاد لو بعد كده ميديا نيرف في الهاند بتطلع السطح ده ودي بتجيب حاجه تطلع في الاسره في ثلاث ايام بس ولاد لو عملت كده يا ولاد قول لي ده اللي هيعمل لا حد محدش يرفع راسه ميديا نيرف هاندلي انا كنت داخل واحد يقول ايه يا ولاد لما انت تفكر كده بقى تجيب بقى كتير بالصبي كبير انت ميدل رينج ليتر فيل ده ليه تريك جرام ليك على اساس مش ميديا نيرف ازاي هل ميديا نيرف فور لطلب التقييم الرعي بعيد حاجه عشان بس الاعضاء ضيقه الميديا نيرف جاي كده هعمل ايه في ميديا نيرف شديد بعد ما بمشي دي اقسمه كام بريس اثنين ميديا نيرف الداتا بريس هيز بريس ثلاث اضرار ابلاكتور فيشن وبورس وبعد كده قسم التاريخ تديني البوصل بالتصام واحد ثلاثة 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 طب المين ده العمل ايه؟ المين ده زي كده قسم التين صبلاي دول تمام صبلاي دول تمام كل واحد فيهم ده بعض الاسماء سجل انا بدأ بتاع المين ده نفسه ايه الصوت دي؟ العضلات بتتشلل وتصور فات السنسيشن طب هو كان ليه بقى لما تديني البرنش بقى في السوبرفيشن لو اتقطع هيبقى كده او البرنش ده اتقطع معاه بالسكين يبقى الدلتين الفن كلهم فاهم السنسيشن كمان وحته صغيره اكسبت حته صغيره كده هنا جوانب من النص والتين اللي هو تخسير الفن وفوق الارض انا قطعت الميديا نيرف ايه السنسور الرص في الميديا نيرف كده نطلع مع بعض ايه اللي فاهم السنسيشن في الميديا نيرف فعلا تلتين الفن ليه؟ عشان الفن معرفتين يسا خلاص لو كنت قطع تلات طاولة ونص من قدام ليه؟ عشان هو اتقسم لميديا الولادة الصغير تلات صوابع ونص من قدام من ورا بقيت الصوابع من ورا بضهر الهاند من ورا يحصل له تقل السنسيشن شويه ليه تقل السنسيشن شويه؟ عشان مين نيرف برانش شويه وترجع لورا قلت لك بس انت مين نيرف اللي بنتكلم عليه ده سميته مين نيرف
يبقى الناس اللي نايمه ونايم النبي اسمه مين ده قطع عند الهيك كلنا هنا بتبقى الناس الصح وجالس الرضا بتاعي مضر بيك وايه يا جماعه وعندنا الزيت لما نيجي نتكلم عن مضر بيك بتاعنا الفكت الانجلي ابوت ذا ريسك يعني عند الريسك لو قطع عند الريسك لو قطع عند الريسك لو قطع عند الريسك ايه اللي حصل لما قطع عند الريسك الموتور ايه اللي حصل في الريسك على طول ايه اللي حصل له ليه اللي حصل عشان ايه الريسك وليه نص البوزيشن كنت اصعب ليه نص البوزيشن كنت اصعب ما بقدرش اعمل البوزيشن عشان البوينتس وبوينتس بتشلل خلص طريق ليه اثنين انا وليه الصح الداتا روتيت سو ديت هو متكرر بوم بكام مره للاخر هتشوف كتير بتتكرر يعني عشان التون نوصل التون بتاع البوينت وفي نفس الوقت الصح بيتصدر بسبب عرضه لسه ايه التكتيك كانت شغاله في عرضه لسه شغاله اتاك البوينت لان هو ده اللي بيصدر منين تاخد كل اللي بيصدر منين اما الافتر تون اتشدد لان هو التون اللي اتشدد ويستنج اوف ذا سي ار ماسك فلاتني قبل البطه ويحصل ديفورمت اسمه ايه ديفورمت ده ايه هام او يسميه مانك هام طبعا الكتاب عمل حاجه غلط ايه الغلط ده؟ كتب بوستنج يعني في السيك حاجه تيس اوضه سينيور مصر مع بلاد كنت سينيور بلاد اللي كانت بلاد مبطل وفتح حسين كتب الهادي حسين طول الوقت ده لما تكتب جوه الدرس في البيت تنقل اللي بين حسين ده فوق بعد النقطه اللي فوق اللي هو حصل فيها ايه يا ولاد؟ بلد الابارك اللي هو مش بوستنج اللي اسمه ايه هام يبقى انا مركز اسبان ايه هو الويستنج ايه هو الابهام ايه هو الويستنج لو صحيحين ويستنج الحته دي خاصه دي مش الابهام ده بقى خاصه انما الابهام اللي هو ايه ان الصبر ادكتد ولا ترتيب ادكتد ولا ترتيب هو ده الابهام مش كده لا ايه دي منظر ايه دي الجوريلا ايه ده الجوريلا هو ايه من منطقة طبعا بنحفظ الناس كلمة لو انتم صحيحين ان النبي اسمه مين ده النار ويحصل مع مانكس هام ديفورم تتشوه بيكون الام مع الام الام مع الام دي لما كده لما يحصل شلل في ميديا نور يحصل لنا ايد هاند اسمها مانكس هام دي تسمحكيش اسال شويه الهاند ايه اللي هتبص تتشلل في الهاند انا مش لاقي من الفطار كم مره ابص في الهاند لما كده اطفو انا اصبر كم مره تتشلل هاند واراجع هاند قبل ما تذاكر نور ايه هتبص الهاند اللي باظت لما كده ابدك وفليكسور وبور كم نمره كيف حوالين الثانيه مش هتصور في حاجه بتكون بوفر ده عيب لو بص الابتاك في العين ما تقدرش تعمل اكشن اسمه ابتاك وفي عضله اسمها ابتاك شغال تعمل له ابتاك تلف والبرفورمنس باور يبقى الصبع يقف جنب الاخوات كده في الوقت ده لما تمسك اي حاجه تمسكها ازاي الصبع ايدك ومكفيه تبقى بلد شبه الارض يبقى كده ليه تقول مع عدم استخدام العضلات ايه اللي بيحصل في السينا المصري صلى الله عليه وسلم بيحصل لها ايه يا جماعه تبقى وطي كده ما بقتش عاليه وهيبقى كده اسال سؤال ايه منظر ايه الديفورميتي ايه التشابه اللي حصل ايه هاند ديفورميتي اسمه ليه ايه هاند انا ما بزهقش لو اتقطع مين ده انا ادرس ايه اللي هيحصل كم عضله بتتشال خمسه الخمسه بتوعنا بينهم مين اوبوننت وابدر تاني انا قلت شوف كلمه تون ايه معنى تون ده بعد كده انا ما فيش عضله منتهيه في الريلاكسيشن ما فيش مش حاجه اسمها تون في الريلاكسيشن في تمبر سيت شغال وانت قاعد اي وضع عايش في حياتك انت قاعد في نص لا فاهمت ولا تاني ولا سوبرنيت ولا برونيت ولا ابدكت ولا ابدكت ولا اكستريم انترفيت ولا انت في نص دايما معنى انك في النص يبقى في عضلات بتشد ضد عضلات ان جنب القط العب يا فار ان جنب القط العب فار لما عضله تبقى بتعمل ابدكت بس الابدكت في شغال ودي بقى هيحصل ايه؟ ابدكت الراجل اتشالت ابدكت تقول له تعالى يا رب نعمل وبولس تبقى لفاه اتشالت الكتاب ما وضحش من ابدكت تيجي لفاه وده منه يبقى ابدكت اللي شغاله عشان كده انا هبقى في سنه تاولى وفي سنه سته بتسال ان السبلاي بتاع ابدكت بولس يبقى لو تاكس بورس خدت نيرف سبلاي من ايه لو ما كده قالوا انت من برانش اسمه دي برانش اندر جارد لو انت حضرت وخد حضرت القمر وذاكرنا العضلات دي كانت العضلات دي بتاخد نيرف سبلاي من ايه من الميديا نيرف ما عدا مين الادكتور بتاخد من ايه دي برانش اندر نيرف وقرصنا هناك قوي بس انت بتحضر صوت كتير قوي يبقى اسال سؤال العضلات زي ما انت قلنا اللي هم تسينا بس ارفع ايدي بس اسال سؤال ايه الفليكسور عندنا فليكسور بورد فوق شغاله لسه شغاله مش كده ده فمش هتاثر بيها احنا يهمنا مين اللي حصل في الكوليشن ايه؟ قالوا ليه ان لما تكبروا سنه بس انتوا لسه ما كبرتوش الابدكت بورد ستون جاز انت مش فاضي بصراحه ما تقدرش تعمل ابدكشن الا لو الابدكت بورد جديد شغال يعني تقدر تعمل سنه بس الابدكت بورد ستون جاز اللي في الباك فور اندر في الشهر نازله 100 لو رحت الداتا سايت تاخد الصبر 8%
ده يستنزف. امتى تعمل ابداكشن اللي يحصل في ايه؟ ابداكشن جول بريفز، ابداكشن جول بريفز فاكتور دي بريفز. الابداكشن جول بريفز تبدا تعمل ابداكشن، تيجي اللونجست اللي روحها في الوضع ده تستعمل ابداكشن. يبقى ابداكشن جول لونجست لينث تؤدي الابداكشن الى لو شغاله بيها مع ابداكشن جول بريفز. لو اشتغلت لوحدها هي بتبدا الحركه هي بتخطر في الوضع ده. لو عليك ليه او شغاله عليك مختار عليك كده. يقول لك ابداكشن جول لونجست أبداكتور جولز لونجست اللي هو شهر لما خدتوها تعمل الثورة أب في ستيج وتعمل أبدكشن مع الأبداكتور جولز بريفز. بس مش شرط ده يبقى لوحدها ما تعملوش ومع البيبس الغلبانة الصغيرة اللي بتتغلب وتحط قوي البريفز تبقى فرق تاني. فدي بتتسح بقى كده لفوق. مش شرط وانس بدأت الحركة اللونجست ده المنظر بتعمل تعطيل البريفز اللونجست عامل انسبشن فين؟ فأول بتكبر بوم جالب السايكل شدتها في السابول كده يبقى كده اللونجست مش الناس اللي مش شاطين هنا بتبقى في المدار رايك فراجعينه مع بعض يبقى اللونجست تل تؤدي ابداكشن الا لو كانت مين اللي شغاله ولا كده بريز. اسال بقى سؤال النرف الاطلس كل واحد تاعه قد ما نجح النرف الثاني الكلام ده مهم جدا وهنرجع على الطلبات اللي هي انتم ما بتفكروش صراحه يعني نرجع نقول مع بعض صف 190 الفكت بتاع الانت افضل ايه؟ اقطعت عند الانت هنص الكومبوزيشن عشان الكومبوننتس بعض وصمت الداتا روتيت وبالتالي ذا بيرس متكرر الجول هيبقى روتيت هنلفه كده الابداكت بتاعته بتلفه كده انا عملت كده مين ده في اللاترال كده لاترال كده مين اشده والفه كده ابعت له داتا روتيشن ارقام نرجع نقول مع بعض ذا صمت الداتا روتيت سو ذا بيرس متكرر بيكمز بارلل تو اذر عشان نوصل للتون اوف بوزيشن فقدت التون بتاع الاوبونس اللي تحطه فاضي كانه لفاك الاوبونس مستعدين عملت البوزيشن. طبعا الناس ازاي او بتقدر لما تقع صبعك قدام صاحبك كده تسمعها زي اسمها اوبوزيشن هنا بتفاجئ الاوبوزيشن بعد ما تعمل تاني ذا صمت از ادكت ادكت دي ارجع صلب ادكتر دي تو ذا انتكت العضله اسمها العضله دي ادكت بورس وبارلس للادكت بورس طبعا مقصود بالادكت بورس دي ويستنج حسيه فقدان انهزام حاجه خاسه ويست كده اوف ذا سينيور ماسك ويحصل بلاتنج اوف ذا سينيور ايمج السينيور ايمج بعد ما يبقى عالي يبقى بلاتنج بطل بفتح قوسين قال ايه ايه امانج سنت ايه امانج سنت اثنين فوق ما ينفعش ما ينفعش دي تبقى جنب دي يبقى الايه هاي امانج سنت هو ما حدش في الهاند انما الكونتاكت هو جنب صاحبه كده اما ده الويستنج بتاع كان واصل ولا مش واصل مش واصل مش كده لا صراحه انا سوبر ممتاز مش كده لا انا مش خالص 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 ومستوى متدني يا خلاص مش كده بقى يعني انا على الرصيف الطيب بقى كان ما تطلعوش والله ليه مش احنا لسه قدامنا وقت انما انتوا ما بتسكتوش خالص مش كده بقى يعني انتوا ما بتعرفوش تعملوا ايه صح اي كده بتروحوش في التدريب في السولجي بايوسولوجي ان انتوا مش كوبريتيف نهائي مش كده بقى يعني هاي ديبريس ده سبب كامل الحظ بعد كده بقيت هنزل السيف تعمل ده لازم سيف انا كده بس نفس الحظ ان انا مش الكلام عمال اعيده عشان ده اللي بتفتح الدم ده سبب كنت ما بعرفش اكمل كلامي يعني كنت بعرف ده تكون ان انا راجل انا اللي بقول كلام بس هات يلا اللي عندك هات مش كده ده بعد كده السيف ونص ولا كده السيف ونص الفيكت ايج ابوت ريس نسمع كويس قوي نص سنسيشن على داتا 3 اند اب بيج ليتر 3 اللي هو مين بالمر قد جات انا مين اللي هو ناحيه البال والديستال بارت بتاع الجزء يبقى فاقد السنسيشن خالص. طبعا كتب جمله مهمه جدا إذا ذا بارمر كتير برانشز انكلودد في الانجري يعني اتقطع معايا انكلودد في الانجري ذير ويل اولسو سينس لوس اوفر ذا سيركوت بال في حالات الكارب اوتال سيندروم السنسيشن بتتقطع يبقى لما يجي لي عيان وانا شاكك ان عنده كارب اوتال سيندروم بس اتفرج بيه هل انت لسه بتحس بالبارم ولا ما بتحسش بالبارم؟ لو بيحس بالبارم يبقى البارم كتير سليم ليه البارم كتير سليم؟ ما عادش ما فيش شغل تريك فإذا البارم يبقى العيان اللي بيحس بالبارم بتاعه مش كامل ده يبقى البارم ما بتأثرش فتبقى الأحكام عكس عندي نرم مش كارب اوتال وابنه ما عادش سوبر فيش كارب اوتال ما عادش سوبر فيش لو زلق النرم ده في كارب اوتال بيحصل ايه في السنسيشن؟ البارم اتأثر ما اتأثرش ابن معدل السوبرفيشال مش هتعرف مين اللي يبقى السنسيشن الثلاث صوابع ونص. اما لو جيت قلت معاكم لو النب نفسه ولاده لو جينا مع بعض الناس الصافيه وابنه كمان اتقطعوا مع بعض السكينه واحده كله يبقى السنسيشن انكلود معاكم. وبالتالي ده بالنسبه لي كده في الكارب اوتال سندروم السطر ده عشان انتوا ما تفهموش خالص صراحه سوبر مقدس يعني الكارب اوتال سندروم ده لو بابا الدكتور عايز يخش فيه ويرجع يقول ده ما بيشرحكمش حاجه في الكليه ده مش ما بيعرفش الشرح يبقى كارب اوتال سندروم ده السطر ده
40 سنه بدات بتغسل كتير في البيت، تحط ميه سخنه على ساعه سخنه على ساعه، حتى دي بيحصل تبات بتحصل ربع الاثنين تحت الفيكسر بتاعك، التبات على السيكه تكبر تدوس على حواليها منهم اي نرف اللي بتدوس عليه ميت. فكتير جدا هتسمعوا على ست في الاربعينات عندها مرض اسمه كاربال تانل سندروم. كاربال تانل سندروم بيسال السيل هل السيشن بتاع البطن افكتد؟ تقول لك لا ده انا حاسه بيه كويس قوي. طب مين اللي بيتعبها لو معايا كده؟ ثلاث صوابع ونص الصور، وبعد كده لو استمر المرض صار نص السيشن. طب انا عايز اسال بقى الناس اللي صح معايا ولا الناس معايا البنات؟ ان انت ولاد ناس الدكتور شخص كده
وبتكسر الدكتوره المفضله لو اصحاب دول السوبر فيش وبورس كوجت ست سبعتاو تعال نسمع مع بعض ايه اللي بتصدق بتاعهم قالوا مين كان بيتجوز كله معاده من ده اللي شغال على الريل وليت الفيلم فلما قلت ضعيف صابعه ليك النور انما مين اللي بيتجوز النور الاندكس والميدل واساس الانت الناس بتبتدي تسبب كمان بس المهم زي الكتاب بيسموه بوينت انتس كيف بتشعر بالحاجه دي يبقى لما اجي على عيان اقول له اتصاب مين اللي يعرف ان هي بتصابني بس دول مش هتني بقى بس الصابين دول يتفرجوا كده ففي سايب مكتوبه كده اسمها بوينت انتس هقول لك كده او اللي انا بتاع الاندكس بتاع الانت كيف بتشعر بيه وكده الناس لو سمعت كويس تقدر تقول الانت اللي عند الانت طبعا عند الانت طبعا نصف وتشرب نصف كذا ونصف كذا هو بعيد الكلام اللي فوق تاني طبعا يعني ده اللي في سؤال تكتبه بقى لان انت لو قطعتها فوق كله حصل يعني لما اقطع هنا هلاقي هنا نص بقى وتتبع عليك الفرقه تاني نسمع بقى كويس لو قلنا مع بعض نص برونيشن ايه نص برونيشن دي في البرس المصري دي تاني اللي هم مين على طول دول برونيشن تيلز برونيشن كوريزز والفرقه دي السبايك مش شفتها مش دقيق قوي انما اكيد هو ماشي لان عندي عرض اسمها ريجيو جاز تقدر تحط واحد اسمه ميكرو كده قوي شويه عشان تقدر يقرا حاجه اكتر من ايش يتحرك على ناحيه الارض او ده هي دي سبرنس ده عضله مين عضله اسمها فيكسور افاليدات وكل ما العيان يحصل فيكسور بس اللي هي بطيف هلاقي حاجه تحصل فيها يا جماعه ان كانت ويك فيكسور بس دي سبرنس وزبوسور فيكسور بس وانت بتعمل فيكسور بس هتلاقي ضعيف طبعا لان الرجال مش شغاله فيكسور في الشمس بتفضل بيساعد اغلبهم بعضه فما ويك فيكسور بس نقطة أو هي أو هي نقطة فريش لأن فقدان فريش أو هي تقرير جوي تعليم تكسونيت الكمبيليكي دي تبرز السوبرتيشيرز عند لابد الحرب البروفانس وإنت ميشن لابد عيني إضرار يحب تو فليكس تو ريكا بيس بيس يعني قطب إيه إيه يعني فيكس صاب فيكس صاب بيس يعني قطب إيه يعني قطب إيه كده بيها فيكس صاب زي إنتكس أندرين الفينجر تين تو تلمين سريج ما بين السكينة تروش تند 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 عشان المياه ما يروحوا لما يجي أساس أي حرمات صار كي تمين الصور في الشمس بروفان تمين مين صور ليتني تست الفاس يا بروفان وليتني ليت الفاس يا مين صور في الشمس على صور بروفان طب أنا تخلت الصور في الشمس كلها والبروفان ده صور صار مين نفس اللي لسه شغال الرقم أي رين وليت فهم عشان مين الأمر بدور كلهم شوية فريش مين اللي محصلون في فريش دول فكرة العين لما نقول لك إصابة يبني دول ودول كده يعني كانوا بيبوينت بيه بيشار بيه كده كانوا هو عين يبني كده بيسموه المنظر ده بوينت اكتس مش كده ده هو بيعمل بوينت كده بالذنة هو بوينت فكرة فكرة بيبوينت فيها بيشار بيه وبعد كده طبعا اخر حاجه فريش لوز اوف فريش اوف ذا اول جوينت اوف ذا سام دي تبرز الادوار بتاعه سواء الرونجس او البريز يبقى ده السؤال اللي انا صاحبيه بتتكلم عليه ده سميته ميكانيزم ما ينفعش ما فيش نرف وطبعا ما ينفعش تكنر انت كده ده على فور ار وهين الشغل بعد السؤال نرف ده سميته ليه مين ده نرف اللي ده نرف بتاع طبعا الناس اللي مخها كويس وانس الناس اللي بتحط الادوار نرف انت بالعكس اي تهابات اي حاجه اي تجمع صبيط اي
kaldı fener bilen başladı. Yakında tutar من عنده دم صبراي بتاعه وبالتالي كانت حاله دي شاورمي رمضان بعد كده حصل حاجه اسمها سكيب بسبب انك حاجه مش موجود اللي هي كنت فيها ايام بصفه التوجيه دي عباره طبعا كلام عشان الناس ما بتفهمش خالص يعني عندنا مجال هنا كده في صفحه اللي هي بتعديل دايما هنا انا بدرس في ايام صفحه 136 اللوكابين المسلمين دول الوقت الواقع بيه اللي هي الثالثة والرابعة بالأمر نفس ده فوق اللي بيت شخص رابع الغلط برنت نزله الغلط يبقى النقطة صف 136 نقطة 36 مكتوب ثلاثة لوكابين في الصف الأولين في ثلاثة صف أما بالنسبة للمكتوب على الأمر أما النقطة الثالثة والرابعة تبع الأمر نفس يبقى دول طبعا يكتبوا مع الأمر نفس اللي هي ثالثة لوكابين ورابعة لوكابين دول السبعة جدا دول طبعا أي نرجع ولاد بعد كده أنا نرجع ولاد في الامتحان وتحل المشروع ده من مين ده بس على الأرض كل ما نروح أقل طبعا ما ينفعش يعني فبالتالي فاللغة دي الثالثة والرابعة دول طبعا أي نرجع ولاد أنا نرجع كلام السبعة أقل معلومة بقى ولاد طبعا دول بس الصفحة الرابعة الصفحة اللي فيها 630 نقطة اللي تسمعوا معايا أول مرة مكتوب إنه كبير الموجودة دي أول واحدة طبعا ما فيش تمرش بتاع كذا صفحة كذا دي ثاني نقطة صفحة 136 صفحة 136 احنا 136 لسه ما قدامنا في ثلاثة نقطتين كان عندي حوالين فأول واحدة دي نقطتين واحد اثنين واحد دي اللي بتعمل شوية لأن بعد ما فيش تمرش وميديا نور سبلايز نوت اونلي البارمر سيرفيس بتاع اللي يا جماعة بات اوبس اسبكت بات اوبس تيرن باكورد to supply this the half of those that are just back up for that that are for us you got to put it on our bar in the general supply to that or come in off the eight to our talent and the leader and also the thing about this mark here immediately to mess for bar immediately not near the performer not the kid or immediately not the performer we have to الآن الخامس اللي بيحصل في المخاطر في الرشاحة سنة جاد اللي بيتش اسمه أنتيرو انتقصر الأنتيرو انتقصر تبع الآن الأرض أنتيرو انتقصر بيطلع منه بيتش اسمه ميديا الأرض ميديا الأرض يخرج من ميديا نيرف يمشي جواه بين الأكسنز بتاعه الحضارات دي بس كيف على الرشاحة اسمها فازا نيرفوزا ايه معنى كلمة فازا؟ اسمع كويس كلمة فازا يا جماعة نرف فوزا يعني طبعا نسمع مع بعض عشان مبتدئين قوي أي نرف في جسمي أي كان اسمه لبلاصة بس البلاصة بقى هي طريق شعرات الموية كبيرة السرعة وكده خلصنا عندنا ثلاثة نرفز في جسمي جوانهم يبقى مش عارف الثلاثة نرفز دول هناخد في سنة تانية واحد اسمه أثر الرؤية اسمه اوبتيك نيرف الاوبتيك نيرف ده ماشي جوه ارض يبقى الارض العين كده وليها اوبتيك نيرف بتاع الرؤيه ماشي جوه ارض ليه اسم لو عايزين تعرفوه نقوله اسمه سنتر ريتنال ارض اسمه سنترال بس مش مهم ازاي الصراحه ريتنال ريتنال اللي هي شبكيه ارض طيب نعم طبعا وفي سياتيك نيرف السياتيك نيرف ده اللي هو بتاع الجنس الورا هنا والميتا نيرف يبقى انا هاخد سؤال كم نيرف في جسمي يمكن دايركت فازر ايه؟ سالك نيرف ده العصب اللي ورا هنا بتاع اللي بيسموه ورا الجنس مش معنى حاجه جنس ورا الجنس مش جنس المهم يعني ده اسمه ليه سالك نيرف وبالتالي بس السؤال اللي عندي كم نيرف انا اطلع عشان بس الناس بكره احنا بكره حاطينها في المحترم مش كده؟ ايه؟